معانا ومبروك التكريم، وكلمنا عن الله يبارك، كلمنا عن تكريم النهارده. انا التكريم بالنسبه لي التلفزيون المصري، يعني هو الاساس اللي احنا كلنا اتربينا عليه. نايل دراما طبعا، بشكر السيده ايناس عبد الله، بقول لها شكرا ليكي وشكرا للتكريم. بشكر الجمهور على وقته وانه اداني الفرصه الغاليه دي، وان انا اكون موجود النهارده واتكرم عن الشخصيه اللي هي عجبت الجمهور اصلا، اللي هو خليل كوتخه. بحر كسر الدنيا، هل اللغه السعوديه كانت فيها اي صعوبات بالنسبه لك؟ اللغه السعوديه مش سهله خالص، صعبه وفيها دفء كده وفيها رجوله، يعني حاجه غاليه، حاجه جميله قوي. انا شخصيا انا مبسوط ان انا مريت بالتجربه دي، لان الموضوع بالنسبه لي كان جديد عليا، فاستمتعت بيها قوي لدرجه ان انا نفسي اعمل حاجه صحيح تاني، بس مش بسرعه كده، بس نفسي اعمل حاجه صحيح تاني ان شاء الله. يعني لما اتعرض عليك الدور كنت عارف ان هو هيكسر الدنيا كده؟ لا، مفيش حد بيبقى، يعني كلنا نتمنى النجاح يعني، لكن الحمد لله انه نجح مع الناس يعني، الحمد لله. 2019 كان بتاني لك؟ 2019 يا رب تخلص على خير بقى، لان يعني بصراحه اخذت ناس كتير قوي، وطبعا عمر بيادي اللي ما نقولش حاجه، بس يعني كان فيها احزان كتير قوي 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 قوي. فيا رب تنتهي على خير، ونستقبل بقى العام الجديد يا رب على خير ان شاء الله، بشكل اريح من اللي فات يعني، يا رب ان شاء الله. الجديد بتاعك الفتره دي؟ عندي مسلسل 45 من انتاج شركه سينرجي، تأليف الأستاذ فداء الشندويلي، القصة لماجد المصري، الإخراج للأستاذ محمد بكير، الإنتاج لشركة سينرجي. احنا قلنا احنا موقع موسيقى، ممكن تقول لنا ايه أكتر أغنية عجبتك خلال سنة 2019؟ أنا في أغنية معينة بتعجبني جدا، لأن هي بتحكي عن الحياة. أغنية كتبها تامر حسين وغناها لؤي، اسمها نقابل ناس. أنا من رأيي الأغنية دي من أعظم الأغاني اللي اتعملت في الفترة اللي فاتت دي كلها، كمعاني وكمفردات، حاجه غاليه قوي الاغنيه دي. بقول لهم كل سنه حضراتكم طيبين، ويا رب ان شاء الله تبقى سنه 2020 علينا وعليكم يا رب زي الفل، واللي ما لحقش يعمل حاجه في 2019 يعملها في 2020 ويكسر الدنيا. شكرا ليك، ربنا يبارك.